سلام يا سلام يا سلام، حاجات حلوه قوي وفريش قوي قوي قوي. ومره تانية كده برحب النهارده بمسابقه الازياء استاذه رشا الفار اللي مشرفانا ومنورانا. اهلا بيكي، اهلا كل سنه بحضرتك. وانت طيبه. وحضرتك طيب اخبارك الحمد ايه؟ لله على سلامتك. الله يسلمك ويحفظك. رشا احكي لي كده، بداتي ازاي في عالم الفاشن؟ والله بدات بالصدفه، يعني اقول لك من وانا صغيره ولا اقول لك من وانا لا كبيره؟ ما قلتيش صغيره. انا عارف انت دلوقتي انت دكتوره صيدلانيه، ايوه صح مظبوط. كده؟ اه اوكي، انا وصلت لحد مدرس مساعد في كليه ما شاء صيدله. الله استاذه دكتوره. ميرسي. ايه علاقه ده بالفاشن بقى؟ انا طول عمري بحب الابره والخيط، وكان مؤثر قوي في الموضوع ده جدتي. اوكي، كانت على طول تجيب لي الترات والكنفه والاوبيسون، وتقول لي بيرسوناج ومش عارف ايه وكده. كنت بحب قوي الالوان. امتع لحظات حياتي وانا بدلق الدولاب واتفرج على الالوان اللي وقعت على الارض، وايه اكتشف ايه لا على ايه ومش عارف ايه. المهم ان انا سافرت السعوديه مع جوزي، وكنت حاسه ان انا لا يعني مبسوطه قوي بالاناقه، بس مش حابه اللون الاسود قوي. وبعدين ابتديت احط ديزاينز، وكلمت حد من اصحابي، هو حد يعني فاشن ديزاينر معروف. قلت له انا حابه اصمم الديزاينز بتاعتي. قال لي خلاص وانا هساعدك. ابتدى ان هو احنا عارفين هو مين؟ اه طبعا. قول بقى. بهيج حسين، طبعا بهيج حسين، ماي منتور اند ماي اول تايم فريند. طبعا بهيج اه حسين ده طبعا، من اهم مصممين الوطن العربي، ده حقيقي وانت حظك حلو ان انت جدا. انا بتتعاوني مع بهيج حسين. طبعا 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 ده شرف ليا اولا. وتاني حاجه هتتعلمي كل حاجه على اصولها زي ما بنقول. يعني ده حقيقي صح. المهم ان انا، طب يا بهيج من فضلك اقترح لي حد يصمم لي الديزاينز بتاعتي. قال لي ازي ينفذ ستار لك بقى ديزاين. ينفذ لي، وكانت ليا، كانت هدوم ليا انا، ما كانتش فور بيزنس خالص. اوكي، طيب يا بيجو ايه الاخبار وايه رايك؟ قال لي بصي از ستارت انا هساعدك. قلت له بس هو دايما بيحب يساعد الناس جدا كده. جدا جدا، بس اوت كوتشور وعند بهيج حسين وبتاع، فانا كده يعني هطير في الهوا. صعبه قوي طبعا، والبادجت ومش بادجت. قال لي مالكيش دعوه، ويل سبورت. قلت له فاين. ابتدينا بقى ننفذ، وكانت دي تشالنج برضو، لان هو طبعا سواري، ف عبايات بقى. وابتدينا لا طب انا بس عايزه انا عايز اسالك، هو ده مش عبايات؟ انت طب مش هنقول ان دي لا عبايات. دي مش عبايات، انا في هو في عبايات. انا ابتديت بلاين العبايات، بس ما كنتش عايزه التراديشنال هو عبايه. دي كولكشن رقم كام ليكي؟ اتنين. التاني. اوكي، احنا قلنا انت عملتي عبايه مودرن جدا بطريقه حديثه، غيرتي شكلها جدا تماما تماما، الوانها والفابريكس المستخدمه فيها والبرودري اللي عليها بالظبط. انت الحاجات كل اللي انت حاجه. عاملاها اللي احنا شفناها في الطلعه الاولانيه، في حاجات منها تنفع ابريمي دي لحاجات بعد طبعا الظهر، في حاجات ممكن واحده معزومه تلبسها في فرح الصبح على البلاج، في حاجات منهم تنفع كاش مايو، فاللي هو كل حاجه. كل حاجه. ما هي دي الكونسبت بتاعي، ان انا عايزه حاجه توتالي ديفرنت، والا يبقى انا ما بعملش اي حاجه، انا بس مجرد بصنع. تاني حاجه كونسبت المينيماليست، ان انا الحاجه تنفع الصبح وبالليل وبعد الظهر، وتنفع سواري، تنفع ابريمي دي، تنفع لوحده كبيره وواحده صغيره. طب كل الجزء حاجه الاولاني ما شفناه من حاجتك كلها حاجات فلوري عليها ورد، بالظبط وزي ما انا قلت فريش قوي جدا. بس الخامه ايه؟ ما فهمتش الخامه. ستان؟ هي دي السامر كولكشن بتاعتنا. لا هي دي مش ستان، هي دي بيور سلك، حرير طبيعي. حرير طبيعي. والديزاينز دي سبيشالي اوردرد للبراند بتاعنا. البرنت اللي عليها دي الطبعه ليكي انت بالظبط، بس دي معموله احنا للبراند بتاعنا، وانا اللي بتدخل في الماتيريال وبتدخل في ميكس بس. ده معمول في الالوان مصر ولا بره وكل مصر؟ حاجه. الحقيقه بره مصر. بره مصر. اوكي، بعد كده هتعمليها في مصر؟ انا اتمنى جدا جدا جدا. انا حتى البراند بتاعي كان يعني كان المفروض ان البراندنج بتاعه بيزد على حاجات اللوجو بتاعه وحاجات فرعوني، بس ده ما ينفعش للاسف. ليه؟ كان البراندنج لازم يبقى باسمي مش باسم القديم اللي هو تالياز. وكان كنت انا مختاره ان التي تتحط على مفتاح الحياه عشان ابتدي اصدره على اساس ان طب ما هو عملتيش كده ليه؟ ما اعرفش. كان الكونسلتيشن بتاعت البراندنج قالوا لي لا مفيش داعي، ولازم يبقى باسمك عشان اللي يدور على اسمك. طب ما هو باسمك وفرعوني برضو، ايه ما هو المشكله؟ ده بقى اللي انا ناويه اعمله ان شاء الله، وهو بيتصدر، ان احنا هنعمل يعني زي ثيم مصر للتصدير. القديمة. بالظبط صحيح. طيب بالظبط. هنشوف بقية الكولكشن بس بعد الفاصل. فاصل ارجع لكم، خليكم على لو سمحتوا.
أربعة شارع شريف شارع شريف. الله الله الله، النهارده معايا ديزاينر ما بتهرجش، عامله حاجات حلوه جدا. تاني جزء من الكولكشن، الحاجات البيضاء او اوف وايت ولا ابيض؟ ده لا اوف وايت. اوف وايت اه. هي القماشه ايه؟ انا ما فهمتش. اسمها بيكي او برودري انجليز. برودري انجليز زي الركامه شويه. بالظبط شويه. بالظبط كده، بالعربي اسمها الركامه. هي الركامه، هي القطن. ده انت عامله منها حاجات حلوه بشكل يعني تجنن. ميرسي. وبعدين الحزامه، ايه الحزامه دي؟ ايه الحزامه دي؟ زي خيوط سيرما او شبه الجبير شويه، بس الحزام ده وحدات بتتعمل، وانا بعملها حزام. يعني الحزام ده انا ممكن ما اعملوش حزام، انا ممكن احطه يونت. اوكي. كولا في حاجه، كولا يعني. برودري هو عريض شويه على كولا، بس هو ممكن على الصدر. وعاجبني كمان قوي الجوب البني مع الاوف وايت. الاوف وايت مع البني ده، اللون ده موضه جدا السنه دي، والقماشه دي موضه جدا جدا جدا، وانا كنت بتارجت بيها السن من 16 ل 25. الكبار هيزعلوا مني. الكبار برضو مالهم يعني؟ الكبار بقى عايزه اقول لك ان هم اللي اشتروها وكانت مجننه عليهم. طب قولي لنا الناس تتواصل معاكي ازاي؟ في فيسبوك انستجرام؟ عندي فيسبوك انستجرام، نزلهم لك على الشاشه حالا عشان اعمل لك دعايه. نزلوا لنا. ايوه هو الفيسبوك والانستجرام علشان الناس تتواصل معاكي. دي انت قلتي لي كولكشن رقم 2. 2 2 للصيف ده ولا اتنين؟ ولا كان شيء؟ لا رقم 1 للصيف والعبايات دي رقم 2. يعني ده اول كولكشن ليا في الصيف. انا بس حابه اقول لك حاجه بقى على الحرير اللي عجبتك في الاول. لا انا كل حاجتك عجبتني في الحرير، بس كله حلو. انا لو ميرسي ربنا يخليك. انا بحب قوي الرسم الفري هاند، البانوهات. البانو ده انا مثلا لو حضرتك شفت البونشو، البونشو ده انا ممكن اطلع منه 5 بلوزات. لا انا حبيت ان هو يكون بيس واحده، بدل ما اعمل 5 بلوزات 5 ستات تلبسها هي واحده. طب ادي ليه ما فكرتيش ان الحاجات دي تترسم بالايد؟ بانتور الحاجات دي على فكره، الديزاينز دي مرسومه يعني بالايد في الاول؟ لا هي مرسوم الفكره بتاعتها بالايد. طب ليه ما تبقاش مرسومه بالايد وتدخلنا؟ تبقى تحفه برضه. والله الرسم على الحرير مش زي البرنت على الحرير. مش زي البرنت. وفي ناس كتير قوي بترسم على الحرير، بس البرنت على الحرير عشان بيبقى بالواناته بالباستيلات بتاعته، عشان بيبقى خفيف زي الحرير. طبعا صح، فبيبقى سوبل كده. لكن لما عندك حق، لكن الفرشه والالوان على الحرير هتبقى الحاجه ماسكه، ولازم لسه يشربها الحرير وتاخد كذا برنت، بيبقى باينه ان دي مرسومه. صحيح. انما هو الرهيب ان انت تعمل ديزاين بنفس التكستشر بتاعه الحرير، اكن الحرير مسبوك. طب دلوقتي انت لخبطتيني في حاجه، انا مش عارف دلوقتي انت ليكي براند باسمك ولا الناس، ولا يعني الناس انا ما شفتش على الشاشه، عيني ما جابتش. رشا الفار ولا انستجرام؟ رشا الفار. اه. واحنا حاولنا نغير الاسم على الفيسبوك. هو انا كنت مسميه البراند باسم بنتي تالياز. وبعد كده كان وجهه نظر الناس ان انا لا اسمي البراند باسمي، فعشان نغيره دي بقى تكنيكاليتي مشكله. صح. لا خليه باسم رشا. خلاص اتفقنا. عايزينك تصدري الحاجات دي؟ لا ده دي انت مطلوب منك طلبين. ده حلم حياتي. بصي بقى، انت مطلوب منك طلبين. مطلوب منك ان انت تصدري حاجتك، ومطلوب منك ان انت تحاولي تتصرفي تلاقي اقمشه
مصنوعه في مصر تعملي بيها حاجتك عشان كل حاجه تبقى مصري؟ الركامات دي كلها مصر. بجد؟ اه تجنن. طبعا فظيعه. طبعا فظيعه. بكهات دي كلها صناعه مصري، قطن مصري 100%. اوكي ده حاجه حلوه قوي. والحراير انا بس بحاول، انا عندي مشكله كبيره قوي اولا في العماله، دي كارثه في مصر كلكم. دي حقيقه. تاني حاجه في ان انا الاقي حد يطلعي، انا بعمل بيس او اتنين من كل حاجه، فعشان حد يرضى ان هو يصنع لي. طب انت بهيج ساعدك في حاجات كتيره برضو؟ لا بهيج يعني عرفت طول النهار كفايه دي غاليه. بهيج احنا طول النهار بنتخانق. اوكي. انا مش عايزه الورده دي، طب يا بنتي حطي مفيش، مش عايزه الورده دي. لا بس هو مدرسه وجامعه فلازم تسمعي كلام. طبعا بس معلش بقى في العبايات دي لعبتي. طيب هنشوف ايه بقى دلوقتي؟ انا شايف حاجات العبايات بقى. العبايات. عبايات عبايات برضو بالكونسبت الجديد ان هي حاجه مودرن، شبه اشبه يعني اشبه شويه، ما انا لازم ابقى مختلفه. يعني الديزاينرز كلهم بيستعملوا ايه؟ بيعملوا ايه الديزاينز بتاعتهم؟ التلي، السناوي، الخط العربي والكوفي. انا مشيت بقى بعيد عن الناس دي خالص. تعالي نشوف. وابتديت اعمل الكيمونو. كيمونو. اوكي تعالي نشوف. يلا نشوف الجزء الاخير من الفاشن شو الخاص بمسلمات الازياء استاذه رشا رفار، ونرجع نكمل كلامنا. مزيكا. الله الله الله، كولكشن كلها احلام بعضها. انا بشكرك، كل سنه وانت طيبه. انا اتشرفت وميرسي، كل سنه حضرتك طيب والحمد لله على سلامتك دايما منور. ميرسي، ودايما تبقي معانا في كل كولكشن ان شاء الله. اتمنى. بشكرك بشكرك بشكر مسلمات الازياء استاذه رشا الفار على وجودها معانا النهارده. كل سنه وحضراتكم طيبين، وبكره العيد. كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله، يبقى عيد كله امان وسلام، ويا رب كل حجاج بيت الله الحرام يدعوا لنا ويدعوا لمصر بلدنا ويرجعوا لنا بألف سلامة، وربنا يتقبل منهم إن شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب دايما نشوف بلدنا في أحسن حال. شكرا لكم، باي باي.